السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ من داخل غرفة طيوري. بعض الطيور لما بتيجي بتبدأ تعلق لها العشوش وتبدأ تنتج في اول انتاج ليها ممكن تصادفك بعض المشاكل. هنتكلم النهاردة عن مشكلة من ضمن المشاكل اللي ممكن تقابلك، وهي ان الاهالي بدأت تنتف الريش بتاع الفروخ. نتصرف ازاي؟ وامتى نعزل الفروخ وامتى ما نعزلهاش؟ ده هيكون موضوعنا ان شاء الله النهارده. ولكن بذكرك لو لسه اول مره تشوف القناه بتاعتنا، ما تنساش تعمل اشتراك من الزرار الاحمر عشان كل ما ينزل فيديو جديد يجيلك اشعار بيه. يلا بينا، يلا بينا. القصه معانا دلوقتي ان في زوج معانا من الطيور بتاعتنا، هوري لك الكاميرا كده لفها وافرجك عليه. الزوج اللي هو اللي تحت دوت، ده كان ربنا كرمنا وكان جه معاه كام زغلول، بدا ينتف الفروخ من الظهر بتاعها. هوري لك دلوقتي اتصرفت معاه ازاي وايه اللي هعمله معاه عشان خاطر نعدب الفروخ لبره الامام، بحيث ان ما يبقاش الموضوع متكرر عندي وابدا اخسر الفروخ عندي نتيجه عراق الاهالي مع الفروخ. هلف الكاميرا بقى وافرجك على الزوج ونبدا نتكلم بقى سوا. يلا بينا. ده الزوج بتاعي اللي انا انتجت منه، ده كان اخر انتاج له الموسم اللي فات، وكان حط بيض، ولكن كان الفروخ بتاعته ما كانش ينفع ان انا اشيلها لان كان خلاص كان قربت ان هي تخرج. الذكر هو اللي لونه ازرق اللي على اليمين دوت، والانثى هي اللي لونها اخضر. الانثى تصنيفها سبانجل سنجل فاكتور، والذكر ازرق اوبلاين او بيتقال عليه سكاي بلو. تمام، عندهم الاكل اهوت وعندهم كل حاجه. المحار اكلوا منه كتير اهوت ما شاء الله، يكاد يكونوا خلصوا المحاره بتاعتهم. المفروض ابدا بقى اعلق لهم محاره تانية. الاكل برده اهوت، احنا الصبحيه دلوقتي بالنسبه للتصوير، فخلصوا من الاكل اهوت برده بتاعهم، لان هي كان معاها عدد فروخ كبير. كانت ما شاء الله كانت حاطه حوالي 6 بيضات او 8 بيضات تقريبا، مش متذكر بالظبط العدد ايه، بس الحمد لله ربنا كرم واللي خرج معايا وعاش هما 5 زغاليل ما شاء الله. انا بدات لما لقيت الانثى بدات تنتف الزغاليل، بدات اتعامل معاها ان انا ابعد الزغاليل عنها. بدات انوع لها في الاكل، احط لها املاح معدنيه، احط لها اتاكد ان المحار كويس وريحته نفاذه، ان الاكل كويس، احط لها بيض البقسماط، احط لها بيض واحط عليه جزر، مره جزر لوحده، مره بروكلي، مره جرجير، مره احط لها كالسيوم، مره فيتامين. فكنت عمال بنوع لها عشان خاطر هي ما تبقاش تحاول تعوض النقص اللي موجود في جسمها من نتف الفروخ او من نتف الريش بتاع الفروخ. ادي العش بتاعنا اهوت، خلاص هي طالما واخده بالها مننا نقدر نفتح العش عادي. العش بتاعنا اهوت كويس الحمد لله، مفيش فيه اي حشرات. طبعا ما عادش عندنا هنا غير زغلول واحد، هطلعه اهوت افرجكم عليه اهوت. ما شاء الله قرب خلاص يتفطم، ولكن بصوا بقى الريش، النتف بتاع ريش العصفور جاي منين؟ من عند الراس ومن عند الاكتاف من فوق. دي طبعا دي من ضمن المشاكل اللي ممكن تقابلك. طبعا انا ملبس الطير دبله لان الطير دوت اسبلته طفره يعني مميزه بالنسبه لي، فانا لازم اكون معلمه. النتف اهوت شايفين، بصوا ده بقى اللي كنت بقول لكم عليه، ده النتف ده بقى غير الفرنش مولت او سوس الريش. تمام، تعالى نقفل بقى عليه. هوري لك بقى الزغاليل الثانيه اللي موجوده معانا عشان خاطر تبص برضو على الحاله كانت عامله ازاي، وان احنا كان لازم نتصرف معاهم في اسرع وقت. ادي الزغاليل بتوعنا همت، هي ما شاء الله معاها 5 زغاليل، واحد منهم طلع طف اهومت. ادي الزغلول اهو، بصوا في واحد فيهم عمال مهيبر وعمال يجري يمين وشمال. هجيب لكم مثلا الزغلول دوت، تعالى تعالى يا جميل اهو، واحد اخضر اهوت برضو من الانتاج. دايما هتلاقي الزغاليل خايفه في اول مره خروج من العش. الزغلول دوت انا لسه شايله النهارده، هتلاقيه كده خايف برضو عمال مهزوز. الريش بتاعه هو سليم وكامل، الفرنش مول وسوس الريش ونتف الريش. الفرق بقى ما بينهم، لو العصفور لا قدر الله عنده فرنش مول، هتلاقي الريش السلاحات واقع والديل واقع وريش الظهر، وكمان في ريش من الصدر هتلاقيه واقع. طيب ده الفرنش مول. طيب سوس الريش، هتلاقي الريش بتاع السلاحات بتاع الطيران اللي انا بمسكه بايده هتلاقيه مش موجود، وكذلك الريش بتاع الديل. طيب نتف الريش بقى هتلاقيه موجود عند الاماكن اللي العصفور بيكون واقف فيها هادي عند الانثى، وهي بالاخص منطقه الظهر اللي قدامنا دي، ومنطقه خلف الراس، وكمان منطقه الصدر من قدام.
زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي فات، اهي هي ناتفة الريش من عند الحويصلة، لان ده اقرب مكان للانثى اثناء تاكلها للفروخ. طيب احنا الحمد لله هو ربنا كرم والريش بدا يطلع، ما ينفعش طبعا بقى انك تفضل سايب لها كده الزغاليل، لان هي في كام زغلوله هي اتنرفته، ادي مثلا الزغلوله اهوت، في كمان زغلول تاني اهوت معانا اللي هو عمال مستخبي ورا، هنحاول نجيبه بالراحه كده. بسم الله، بس طبعا ده بيقعد يجري، ممكن يطير اهو، طار زي ما انا توقعت. تعال 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 تعال، عمال بيطير في الغرفه. استنى ما اجيبه، جبنا اهوت الحمد لله. دي ميزه بقى ان انت تكون عندك الغرفه بتاعتك تكون مغلقه، طبعا لو انت كنت بتربي في بلكون والزغلول جري منك زي ما جري مني كده، خلاص يبقى كده البقاء لله، خرج بره البلكون ومش هتعرف تجيبه. نفس الكلام برده اهوت الزغلول، الحمد لله ريش جسمه كله كامل، ولكن عند منطقه الصدر برده هي كامله اهي الحمد لله، لكن المنطقه عندي بقى اللي ناقص فيها الريش هي المنطقه بتاعت الظهر ديت اهي، ولسه والريش الحمد لله اهوت نبت وخرج ريش تاني مكانه. هو عمال عاوز يجري عاوز يلعب، هو طف اهوت، فاذا ده كده الطيور ديت دم فلل. جميل، الطيور طالما انت نقلتها في السن ده يبقى انت ما ينفعش انك تسيبها. انا بعتهم عن الاهالي علشان خاطر الاهالي ما تقعدش تتسلى عليهم وتقعد تنتف فيهم واحد ورا الثاني، فعشان خاطر احافظ على الزغاليل بتاعتي وعلى الصحه بتاعتهم ما ينفعش ان انا افضل سايبهم كده، وفي نفس الوقت عشان خاطر استفاد كمان بان الام والاب يخشوا في دوره انتاج جديده، يبقى انا كده عاوز اعمل الاثنين، عاوز استفاد من ناحيتين، الناحيه الاولانيه ان انا افضي العش للذكر والانثى عشان يخشوا في دوره انتاج جديده، وفي نفس الوقت ان الانثى ما تقعدش كل شويه تنتف زغلول فتخليه يتاخر في عمليه الترييش، وما تبقاش كمان في الانثى عاده ان هي كل شويه متعوده على ان هي تنتف زغاليل بتاعتها او ريش بتاع الزغاليل. طيب هتصرف ازاي؟ زي ما انا عملت، انا كنت كل يوم بشيل من عندها زغلول واحطه داخل القفص او العين ديت، تمام؟ اول يوم شلت زغلول اولاني اللي هو كان الزغلول اللي جوه خالص ده، اللي هو اللي مستخبي جوه دوت ده، بعد كده شلت الزغلول التاني اللي جنبيه، بعد كده شلت الزغلول دوت، وبعد كده شلت الاخير بقى الزغلول الاخير اللي مستخبي ورا في الاكاله. ما شلتهمش مره واحده عشان خاطر اقدر اهتم بكل واحد كل يوم وابقى شايف الحاله الصحيه بتاعته وانا عازله، وفي نفس الوقت ان الام تبقى عارفه ان في معاها زغاليل هي عماله بتاكلها. موضوع الحاله النفسيه عند الطيور ده شيء مهم جدا لازم تاخد بالك منه، فما ينفعش انك تهمل الحاله النفسيه عند الطيور اللي انت بتربيها، فما ينفعش مره واحده يبقى عندها زغاليل كتير وانت هوب تقوم شايل كل الزغاليل من عندها، يبقى كده غلط. طيب انا شلت الزغاليل بالتدريج، بعد كده بقى دلوقتي هقوم بعمليه تاكيل هاند فيدنج لكل واحد فيهم على سبيل اضمن التغذيه بتاعتهم، لان طبعا الزغاليل في العمر ده هتلاقي بعضهم اللي قدر ياكل والبعض لا، الاخير اللي عمال بيجري المهايبر ده، بصوا ده اكتر واحد فيهم عمال خايف وعمال بيجري. تعال 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 يا ابني اهو تعال. الجميل فيهم في السن دوت ان هم ما بيعضوش، اوري لك بقى اي حاجه اهو، ادي الحويصله بتاعتهم اهي، بحاسس بصباع كده عليهم اهوت في المنطقه دي، دي المنطقه دي اللي فيها الصباع اللي انا بحركه دوت، دي منطقه الحويصله وديت منطقه الصدر. منطقه الحويصله اهيت مفيش فيها ولا حبايه، انا طبعا حاطط لهم اكله اهيت عشان يجربهم ياكلوا لوحدهم، ولكن طبعا لسه هم في السن الصغير مش قادرين ياكلوا، فانا بديهم وجبه كل 24 ساعه. لو انت حبيت تديهم وجبه كل 12 ساعه يبقى برده كويس، ما هوش وحش، لكن انا مباعد ما بين الوجبات لان سنهم كبر والمفروض يبداوا يتفطموا، فانا عاوزهم يتجرأوا ويبداوا من نفسهم ياكلوا. هبدا دلوقتي اجهز بقى الهاند فيدنج واكلهم يدوي. خلصت دلوقتي تجهيز الهاند فيدنج بتاعي، هبدا بقى دلوقتي اقوم بعمليه تاكيل الفروخ اللي موجوده معايا واحد واحد. تعالى يا جميل تعالى واحد، بصوا عمالين بيجروا مني خايفين، الفروخ كلها بتكون كده لحد ما تاخد عليك، وبعد كده هتلاقيها هي من نفسها اللي عماله بتجري عليك وعاوزه انك تاكلها. التاكيل بقى اللي كان مش عارف التاكيل ازاي او اللي لسه بيعاني من عمليه او مشاكل في عمليه التاكيل، انا ماسك العصفور اهو بايدي الشمال والبلف اهو في ايدي اليمين، بثبت البلف بايدي، بص انا ماسك ازاي اهو، ركز كده في ايدي الاول تمام، بدخل بقى البلف، بفتح بالبلف بقى العصفور وهدخل البلف احدفه في الجنب،
هتلاقي العصفور من نفسه بيحاول يعدل وضع البلف جوه بقه. انا بدخل البلف ناحيه صباع الابهام اللي في ايدي الشمال كده، خلاص العصفور بلع البلف كله بالكامل. ببدا بقى ادخل المنتج التقفيل بتاعي سنه سنه للعصفور. اهو بصوا ملاحظين استجابه العصفور معايا ازاي، هو عمال بيبلع لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. العصفور في السن ده ممكن تديله 5 سم كاملين من غير اي مشاكل باذن الله. تمام اهو كده خام اكل ال 5 سم كلهم. بهدوء خالص بتدخله جوه العش بتاعه علشان خاطر ما يتزعش او يخاف او يترد او مع الرده بتاعته لا قدر الله يرجع الاكل اللي موجود او الاكل اللي انت اكلته له. بعد كده هبدا بقى اقوم بعمليه تاكيل الفروع بتاعتي كلها واحد ورا الثاني لحد ما اخلص التاكيل بتاعي كله. تمام، اهم حاجه ان انت بعد ما تاكل تلاحظ الزغلول بتاعك وتشوفه ان هو ما بيرجعش علشان خاطر تضمن ان الاكل بتاعك ما كانش زياده عن اللازم. فلو انت لقيت ان العصفور الحيصله بتاعته اتملت يبقى ممكن تكتفي مثلا المره الجايه بانك تديله 4 سم بس. اللي لقيته برضو ان هو كتير ممكن بعد كده تخليهم 3.5 او 3 سم وهكذا. ولكن في المعتاد العصفور في اول مره تاكيل له كميه الاكل ممكن تبقى كبيره بالنسبه له، ولكن بعد كده مره في مره الحويصله بتاعته بتتسع وممكن ياكل كميه اكبر عن الكميه اللي بعدها. بكده نكون وصلنا للنهايه بتاعت الفيديو بتاعنا كده الحمد لله، وعرفنا ازاي نتصرف مع الفطار بتاعنا لو عنده اي مشكله في عمليه التاكيل او موضوع نتف الفروخ. نتف الفروخ دوت بيبقى في الغالب غيره من الاهالي ان هي غيرانه من الفروخ اللي موجوده معاها، عاوزه تخش في دور انتاج جديده او هي غيرانه من ان هي موجوده معاها ومحتليه مساحه كبيره من القفص بتاعها، فبتبدا تنتف الفروخ علشان خاطر تسيب لها المكان او تسيب او تخلي الفروخ تبقى مجبوره على ان هي تبعد من المكان. بس طبعا الفروخ مش فاهمه الكلام ده، فالنتيجه بتاعتك انك بتلاقي زي ما شفت كده ان الاهالي نتفه كام ريشه من ريش الاكتاف. الريش اللي اتنتف دوت يعني خلال اسبوعين ثلاثه بتلاقيه طلع وبقى كامل مفيش فيه اي مشاكل، ولكن احنا مش عاوزينها تبقى عاده متاصله في الفروخ بتاعتنا او تبقى في العاده موجوده في الاهالي اللي احنا بنربيها نفسها. ده كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو ليك اي سؤال خاص بالموضوع شرفني بالتعليق في الفيديو، ولو استفدت الفيديو ما تخش علينا بقى وتعمل لايك للفيديو وشير عشان غيرك كمان يستفاد. سيبك على خير، السلام عليكم.